يذكر أن وثائقي آخر الرجال في حلب يتنافس مع 4 أفلام وثائقية أخرى لنيل الأوسكار لفئة الأفلام الوثائقية، وهي سترونج آيلاند إيكاروس وفيسس بليسس وأخيرا أباكوس مولينوف تو جيل. وضمن هذا الموضوع أرحب بضيفنا مباشرة من مدينة لوس أنجلوس عبر سكايب، حمزة بن سمان، وهو ناقد فني ومخرج، ومباشرة أيضا من لوس أنجلوس عبر الهاتف فراس فياض، مخرج فيلم آخر الرجال في حلب. أهلا بالجميع. اليوم البداية ستكون مع فراس طبعا بانتظار احتمال التحاق المخرج. أنت تعد العد التنازلي للأوسكار، ما هي توقعاتك للفيلم، وهل كنت تتوقع الوصول بالفيلم إلى مصاف إلى هذا المستوى من المنافسة العالمية؟ This question for me, right? هذا السؤال لي؟ Yeah, نعم. I think you're asking me the question. أعتقد أنك تسألني. لم أتوقع أن يتم ترشيحه. كنت آمل أن أفوز أيضا. And my dog is not happy. وكلبي غير سعيد. Hello? نعم أنا أسمعك. هل طبعا هناك، سأعيد لك السؤال بشكل أو بآخر، هل كنت تتوقع وصول مثل هذا فيلم الذي الأفلام التي تتعلق بحلب وسوريا إلى هذا المستوى العالي من المنافسة في الأوسكار؟ بكل أمانة لقد جاء هذا مفاجأة. أنا بعد شهرين كنت آمل وكنت أعرف أنني عندما أتوجه إلى الأوسكار لم تكن هذه مفاجأة في آخر شهرين، ولكن أشعر أنه شرف لنا أن نصل إلى هذا المستوى، وأنا فخور بفراس. طيب بتقديركم، هل الآن بوصولكم إلى هذه المرحلة هل وصلتم أو نجحتم بإيصال الرسالة من خلال الفيلم؟ نعم، هناك رسالة عظيمة في هذا الفيلم. عليك أن تشاهد الفيلم الوثائقي كي تفهم الرسالة، ولكن الرسالة عميقة، وبغض النظر عما يحدث حاليا من الصعب الحديث عنه، ولكن بإمكاننا أن نصنع أفلام تتحدث عما يجري وتحكي القصة، والكثير من الناس لا يمكن أن يذهبوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ويقولوا نحن نقوم بهذا العمل أو ذاك، نحن نتطوع مع الخوذ البيضاء مثلا أو أجلب اللاجئين إلى بيتي، لأنهم سيقتلونك. وبالتالي عمل فيلم وثائقي هو الشيء الصحيح. آمل أن أذهب إلى الأوسكار لإرسال رسالة. الفيلم يستحق، هناك رسالة فيه، وجلبنا هذه الرسالة إلى أعلى مستوى. طيب سنتحول الآن إلى صاحب هذا العمل المميز السيد فراس فياض، وهو مخرج آخر رجال في حلب. فراس، هل كنت تتوقع بالفعل أن تكون ضمن الذين من المحتمل أن يسيروا أو سيسيروا على السجاد الأحمر؟ لا أحد يتوقع أنه بالأوسكار أو بترشيحات الأكاديمية، ما في حدا ممكن يتوقع أنه شو ممكن يصير معاه بناء على قصة الفيلم، أو بناء على الظروف، أو بناء على عدد المشاهدات للفيلم، أو بناء على النجاحات اللي حققها الفيلم أو بالرأي العام. هذا أساس واحد من عدد من النقاط اللي ممكن تخلي الفيلم يأثر بأعضاء الأكاديمية اللي يصوتوا له. لما كنت عم صور الفيلم، ولما كنت عم بشتغل عليه على مدى سنوات، ما كنا نفكر على أي مستوى بأنه ممكن هذا الفيلم يوصل للأوسكار أو
أو يحقق الجوائز اللي حققها، لأنه كان الهدف هو إنجاز هذا الفيلم. وهذا أي صانع أفلام بيفكر فيه، إنه أنا لازم إنجز هذا 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 العمل بأفضل شكل ممكن وبكل الجهد الممكنة ليكون بالسوية المطلوبة. هذا تفكيرك أثناء صناعة الفيلم، بس تفكيرك ما بينحصر بالجوائز ولا بالشو ممكن تحقق لاحقا، لكن بينحصر بشو كيف ممكن تصنع القصة بأفضل صورة. أستاذ فراس، نحن طبعا سعيدون بأن تكون معنا، وأنت تتوجه طبعا مثل ما قلنا إلى السجادة الحمراء خلال أيام. ما هي الرسالة التي تود توجيهها من خلال منصة الأوسكار إلى المجتمع الدولي؟ كل ما أتمناه من المجتمع الدولي أن يكون هناك قرار حقيقي وصادق، ويقف خلفه أصحاب هذا القرار بإيقاف الحرب في سوريا، بفض هذا النزاع، محاسبة مجرمي الحرب المتورطين في هذه الحرب الطويلة، إيقاف معاناة هؤلاء الناس، والمساعدة في أن يكون سوريا بلد آمن وبلد مكان يشعر فيه الناس في احترام خصوصياتهم واحترام كرامتهم وحقوقهم. هذا ما كان ما أراده الناس منذ البداية، منذ خروجهم في البداية في التظاهرات لتغيير بعض القوانين، ثم لاحقا لتغيير النظام بشكل عام. لكن بشكل عام ما يطمح كل سوري الآن هو احترام حقوقه، احترام كرامته، النظر له بمساواة، وعدم النيل منه او تهديده او تهديد حياته. هذا ما اوده ان اوصله، ايقاف الحرب في سوريا، هذا هو الاساس. سنعود اليك استاذ فراس بعد ان نسال الناقد حمزه سمان. سيدي حمزه، برايك ما الذي يميز اخر الرجال في حلب كعمل، واين تصنفه في ميزان الافلام المتنافسه معه على الاوسكار؟ فيلم حقيقي، هناك أطفال يبكون ويموتون، الكثير من الناس يصابون أو يشعرون بالأسى، ويقولون من الجيد أن هذا لا يحدث لأطفالنا. لو كنت هناك وعايشت الحرب فسترى أن الرسالة قوية جدا. هناك حاجة لمثل هذه الأشياء، لأشياء حقيقية في هوليوود. هناك مشروع حقيقي وقصة حقيقية وصور حقيقية في هذا الفيلم الوثائقي يتم عرضها على الناس، سواء في الأوسكار، ونأمل أن يشاهد الناس هذا العرض لأنهم يرونه. ولكن هناك انفصال، هم يدركون. أستاذ حمزة دعنا نعود إن استطعت إلى المخرج أستاذ فراس فياض. الأستاذ فراس، إن كنت ما زلت معنا، ماذا لو فزت بالأوسكار؟ صف لنا خططك وكذلك برامجك، وماذا تعتزم القيام به في المستقبل؟ من الصعب بالنسبة لي يفكر بهذه الطريقة. يعني نحن عني وعن صناع الأفلام الآخرين اللي هن زملائي اللي هن منافسين على الجائزة، ما في حدا منا عم بيفكر بهاي اللحظة نهائيا. عم نحاول تكون هاي اللحظة خارج تفكيرنا، لأنه بالنهاية موضوع الفوز والخسارة بالأوسكار هو موضوع لا يعتمد على جودة الفيلم أو قوة الفيلم. هو موضوع له علاقة بعدد المشاهدات المناسبة لحتى يتم التصويت له، لحتى يتم فيه توازن. وهذا هذا 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 شيء صعب، لكن بالنهاية كل ما أتمناه أنه هذا الفيلم يحقق المرجو منه، تحقيق رسالته. وبالنهاية نحن أنا صنعت فيلم وثائقي، لم أصنع فيلم دراما، ولذلك أستاذ فراس شكرا، أتمنى أن تتوفق بمزيد من الأعمال. شكرا للانضمام لنا وللعاملين أيضا بالفيلم. أيضا شكر موصول لحمزة سمان الناقد الفني والمخرج، شكرا لهذا التدخل إلينا مباشرة من مدينة لوس أنجلوس.